احنا ثابتين اهو يا عم. ما تيجوا تاكلوا لقمة يا رجالة. اتفضل يا حاج الظابط. فتشوا المكان كله حتى حتى. ايه خير يا حاج الظابط؟ في حاجة ولا ايه؟ هتعرف دلوقتي يا درغام. درغام عاف كده يا استاذ فطين؟ ايوه. وما تصغرليش بعينيك كده، ما تصغرليش كده. ايوه حاف. امال عايزنا نغمسها جبنه نصها معفنين؟ انت كنت بتقول يا ريس درغام يا معلم درغام، ولا نسيت يا استاذ فطين؟ لا ما نسيتش يا درغام الكلب، بس ده كان زمان. ركز بقى في ايه؟ لما كنت بخاف وبترعش، انما دلوقتي لا.